بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه مهداه حضره النبي صلى الله عليه وسلم المصريين معتقدين ان بينهم وبينه حاله كده خاصه من الحب وانه جالهم بخير كتير خير كتير تجاوز حتى مرحله حياتهم خير بيخليهم في سعاده وهنا وفرح ويفتح عليهم ابواب عطايا ما اتفتحتش قبل كده زي كده ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم باب عطايا ان يترفع عنهم بعض الاوزار زي ايه بعض الاوزار زي ما حضرت النبي قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكروه عليه فالمصريين عارفين ان حضرت النبي باب فتح وبركه كبيره وعشان كده اخذوا من سنته ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا حتى ولو انتقلنا الى الحياه الثانيه اللي هي حياه البرزخ حياه الموت واخذوا من فعل حضره النبي صلى الله عليه وسلم عمل لسنه جميله ذاقوا بها حلاوه كرم ربنا لينا بحضره النبي وان هم ابتدوا يحطوا ورود على المقابر ليه المصريين بيحطوا ورود على المقابر وهل احنا لغايه دلوقتي فاهمين ايه علاقه ده بسنه رسول الله هنشوف التقرير اللي جاي ونرجع نتكلم بعد التقرير لا هي سنه ولا وردت في اي احاديث فبالطبيعه ما قيمه احنا لو خدناها من قبل ان دي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش اي مشكله يعني انما لو خدناها كبدع وكلام ده كله طبعا دي بدعة بدع بدع فرعونيه دي ايه لازمتها يعني هو المقابر هي كده كده للتعاظ والدعاء مش للورود وان احنا نقعد نعمل ورود هو هل مثلا الميت جوه هيشم ريحه الورد مثلا التقاليد ومتعودين عليها بس من زمان اكتر ولا اقل يعني بس أنا, انا صراحه من وجهه نظري يعني شايفه عادي يعني ما ما الميت في حاجه يعني. الورد ده كده احنا لما بنموت ربنا ولا بيحطنا في الجنه لكن في الدنيا خلاص انقطع عمله خلاص كده مش مستحب طبعا ايه فايدته هو الورد رمز للحب والمحبه وكل ورده طبعا بلونها ليها معناها فانا شايفاها عاده جميله يعني احنا لما نتمسك بعاداتنا الحلوه اللي تدينا مشاعر طيبه حلو ده حرام انا لا اقدره لان انا هنا بخلي الميت حي هو انا بحط الورد هل الميت هيصحى يشم الورد؟ طب انا اروح جايب حاجه اوزعها، طب الورد اوزع بيه اي شيء لله تعالى على روح المرحوم. دي عادات الناس بتعملها يعني ولكن مش من الدين يعني. هي عاده اجتماعيه وعاده انسانيه يعني الانسان اللي بيحط ورود مثلا لميت مقرب ليه او كده يعني بيحس يعني كنوع من الشعور يعني والوفاء للمتوفى يعني فما فيهاش مشكله خالص يعني. انا لما شفت التقرير ده قلت هو ايه اللي جرانا ايه اللي جرى للجمال فينا وايه اللي جرى للخير فينا وايه اللي جرى للرحمه فينا حضره النبي صلى الله عليه واله وسلم كان رؤيته مختلفه شويه عن رؤيه كتير من الكلام اللي جه في التقرير كتير من الناس اللي في التقرير بينوا احنا ازاي اتغيرنا ازاي اتغيرنا وبقينا الحاجات الجميله اللي حضره النبي بعتها لنا مش شايفينها لان احنا شايفين من رؤية الكم هو تقرروا كم آية والشخص ده تتصدق له ولا لا ونسين خالص بركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي جابها للأمة حضرة النبي علمنا كتير من المعاني ان احنا رايحين نزور اهل المقابر احنا مش رايحين نزور ناس عن في العدم احنا رايحين نزور ناس عندهم حياه جديده فهم في حياه جديده فاكرين حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حضرته قال لنا لما نمر على المقابر نسلم على اهل المقابر ونقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ايه ده؟ احنا بنسلم عليهم ليه؟ لانهم ما زالوا احياء. وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان بيعلمنا ان احنا بنمر على احياء وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم جنة عشان يفهمنا ده. وقصة وضع الورود على المقابر احنا واخدينها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا رايحين نزور احياء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال صلى الله عليه وسلم بلى اما احدهما فكان يمشي بالنميمه يعني بينم ما بين الناس واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله واحد متعلق بالفساد الاجتماعي واحد جاي في قيمة النظافة مش مهتم فيها وفي لفظ تاني لا يستتر من بولي فرسول الله أخذ جريدة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين أخذ الجريدة وشقها نصفين ثم غرس على كل قبر من القبرين واحدة وقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا الحديث ده متفق عليه يبقى إذن المصريين عرفوا من حضرة النبي ان الانسان لما ربنا بيتوفاه حياته ما بتنتهيش يعني ايه حياته ما بتنتهيش هو بينتقل الى حياه اخرى ما بيصبحش عدم وعشان كده فهو موصولة بحياتنا فيشعر بالهدايا اللي بتتبعت له وعشان كده احبابه بيجيلوا كانه جايين لزياره لحبيبه لما بنروح لحد في المستشفى لما نروح حتى بنقابله عشان ندخل عليه معنى الجمال بنجيب له حاجه تدخل على قلبه السرور لانه مازال حي مازال حي يعني هو في حياه اخرى وبنتمنى ان احنا ندخل عليه البشر وكانه بنبشره بنقول له ايه؟ اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، روضه من رياض الجنه. روضه فيها ايه؟ الروضه جاي من الرياض، الرياض اللي هو ايه؟ المكان البستان اللي فيه زروع وورود وعشان كده المصريين وضعوا ورود على على المقابر زي بالظبط ما يكونوا بيدعوا او بيفكروا نفسهم ان هم يدعوا ان القبر ده يبقى روضه من رياض الجنه. يبقى المصريين بيفهموا سنه رسول الله بعمق. وعشان كده ساعات المصريين زرعوا على القبر ده الصبار عشان أمل إن بركة حضرة النبي اللي وعدهم بيها إن إن شاء الله إن شاء الله يخفف عن أصحاب القبر ده ما لم ييبس فظنوا فعرفوا إن ده مش خاص بصاحب البول وصاحب النميمة كل واحد كان بيعذب ببركة حضرة النبي هتعم كل الناس وعشان كده زرعوا الصبار على المقابر وعشان كده يا ساده لازم نعرف هما ليه المصريين ارتبطت المقابر عندهم بالزرع ارتبطت عندهم المقابر بالزرع عشان ثلاث حاجات عشان القبر ده كانه زرع واللي هيسقي الزرع دوت كرم ورحمه ربنا فالمق فالقبور دي تبقى ايه مهبطا للانوار ومنزلا للاسرار من عند الغفار فالق فالقبر كانه سقيا بالامطار بس ساعتها يكون بيسقى بالانوار الله على المعنى الجميل ده فين البدعه ده حضره النبي اللي علمها لنا والامل اللي في قلوبنا هو اللي بيسقيها وعشان كده احنا بنستمر فلما بيروح المصريين على ده يروحوا وهم عندهم امل ان ربنا سبحانه وتعالى ينفع الشخص ده بهذا الامر يعني ايه بينفعه؟ زي ما دعا حضره النبي لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ويخفف عنهما ما لم ييبسا يبقى الزرع ده كمان اللي احنا بنجيبه ده نوع من انواع ماذا؟ نوع من انواع بيان المحبه وبيان الود زي ما بعض الناس اللي قالوا كده فين؟ اللي قالوا كده في التقرير يبقى دوت مش بدعه ده من عظيم العمل بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمان من باب الود باحبابنا ومن باب كمان العيش بالجمال ومن باب كمان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى كل الكلام ده المصريين عملوه ايه بقى اللي جرى للمصريين ايه اللي خلى المصريين كده الجمال يقل في قلوبهم وحسن الظن يمل يقل في قلوبهم هل عشان فاهمين غلط حديث رسول الله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث اه بس اللي انا بعمله دوت ده يبين كمان اللي انا بدعيله له وده يحرك في قلبي جمال الدعاء وجمال حسن الظن بالله فيكون دوت من باب اولد ولد صالح يدعو له هو انا بحط الورد ده ادى ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه يخلي الورد ده بشرى له بان هو هيكون في رياض الجنه ما هو شايفني وانا جايب جايب له الورد ده فيعيش كانه في رياض الجنه وعشان كده المعنى اللي كان المصريين بيكرسوه بمثل هذه السنن سنن دي من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نحط الزرع على المقابر يعني نريد ان نسال الله سبحانه وتعالى ونحسن ظننا في الله ان ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنهم اذا كانوا من اهل المشقه في قبورهم يخفف عنهم لما الورد ده او الزرع ده لغايه ما ييبس هذا الورد وذلك طول الوقت بنجيلهم من باب البر بيهم ايه المعنى بقى اللي كانوا بيكرسوا المصريين في حيات في حياتنا وغاب عننا وتراجع عندنا حب الحياه معنى حب الحياه هم كانوا بيعملوا كده ليه لانه شايفين احبابهم اللي في المقابر ما اصبحوش عدم لكن ما زالوا في حياه فكانوا بيزورهم زي ما بيزوروا احبابهم اللي عايشين معاهم وتخيلوا ان هم اصلا كانوا المصريين كانت العماره بتاعتهم بتقول ايه العماره مش العماره يعني البيت لا كيف بي بي كيف بيصمموا حياتهم ومبانيهم؟ كان لما يصمموا حياتهم ومبانيهم يعملوا ايه؟ يخلوا المقابر في وسط البيوت لأنهم معتقدين ان اهلهم اللي انتقلوا الى الحياه البرزخيه ما بقوش عدم، ده فين؟ ده عايشين بس عايشين حياه مختلفه وعشان كده بيبقوا متواصلين معاهم. انا حاسس ان حب الحياه تراجع في حياه المصريين. طب ليه حب الحياه تراجع في حياه المصريين؟ لان في حد خلط لهم ما بين مفهوم الح... ما, بين... ما بين مفهوم الحياه ومفهوم الدنيا فلما الدنيا انقطعت ايه اللي حاصل يبقى الحنا انقطعت لا ده لما الحياه الدنيا انتهت انتقلنا الى حياه البرزخ وحياه البرزخ بتحتاج ان احنا ندخل السرور على احبابنا وعشان كده احنا دايما بنعيش معاهم وبنعيش على ان احنا كمان بنحسن اليهم زي ما كانوا احياء طب نعمل ايه عشان نفتح باب الخير والرحمه والجمال مرة تانية إيه الإجراءات اللي نعملها عشان نرجع تاني خاصة مع أحبابنا اللي انتقلوا للحياة البرزخية وتزداد تاني إحساسنا بحب الحياة وإنهم هم ما زالوا أحياء في قبورهم أول حاجة إن إحنا نتذكر أحبابنا اللي ماتوا وإنهم بيستقبلوا منا الهدايا فلازم نرسل لهم العدايا نرسل عمل صالح ويبقى عندنا إجراء لطيف بسيط إن كل واحد مننا يعمل عمل صالح يقول اللهم هب مثل ثواب عمل الصالح لحبيبي فلان لأبي لأمي لأخي لأختي لصديقي وإن شاء الله هذا يصل باتفاق زي ما قال الإمام القرافي يبقى ده بيصل باتفاق يبقى أول حاجة عشان نحس إن هم وكده نطمن ونقول كده وصلت لك الهدية اللي مني يا رب وصل له الهدية يا رب يا رب أكرمه بهذه الهدية يا رب يا رب وسع عليه بهذه الهدية يا رب يا رب أسعده بهذه الهدية يا رب يا رب افتح له باب من أبواب الجنة بهذه الهدية يبقى ده مهم جدا جدا الحاجة الثانية إن احنا نكثر من الصدقات الجارية لأهلنا وخاصة في الأعمال اللي كانوا بيحبوها يعني في أعمال كانوا بيحبوها نكثر لهم واحد كان بيحب العلم فنكفل طلبة العلم واحد كان بيحب كذا ونجعل هذا بركة ونور له. الحاجة الثالثة والمهمة اللي احنا ممكن نعملها كمان إن احنا طول الوقت ماذا؟ نحول أحبابنا اللي انتقلوا إلى الحياة الأخرى إلى رموز فيتجاوزوا فكرة الحياة المادية إلى حياة في حياتنا مليئة بالبركة والنور لما يتعل... لما يعلمونا المعاني الراقي زي إيه؟ يتحول أبي رمز من من رموز إيه؟ المسؤولية لأن هو سعى واجتهد وبذل مجهود عشان أنا أبقى راجل فأبي يتحول إلى رمز من رموز المسؤولية أمي تتحول إلى رمز من رموز الحنان فكل ما يبقى فيه حنان أقول اللهم صل وسلم على حبيبتي التي علمتني الحنان كده على طول كده يبقى إحنا كده قلوبنا مليانة بده يبقى المو... الحاجة الثالثة أن إحنا نحول أحبابنا إلى رموز في حياتنا ونعرف وساعتها نعرف ربنا رزقنا بيهم ليه ربنا رزقنا عشان يجيب لنا مدد من النور والسعة وحياتنا تتسع ونحاول بقدر الامكان ان احنا نعيش في هذا النور وفي هذا الخير وفي هذا الجمال. واخر حاجه تعالوا ندعي. دايما لما نفتكر احبابنا اللي انتقلوا من هذه الحياه الى الحياه التاليه وهي حياه البرزخ نقول اللهم كما وهبتني الحياه لكي نحيا اللهم اني اسالك ان تجعل حياتنا في حبك وان تجعل قبورنا قبورنا مغموره في انوارك. وأن تجعل قبورنا مغموسة في أنهار محبتك حتى تقبلنا إذا انتقلنا للحياة البرزخية غارقين في أنوار قبورك يا رب العالمين نقول مرة ثانية الدعاء اللهم كما وهبتنا الحياة لنحيا بها واجعلت لنا حياة إذا متنا فاجعل حياتنا في حبك واجعل قبورنا مغمورة في أنوار محبتك حتى تقبلنا إذا انتقلنا للحياة البرزخية غارقين في أنوار قبولك يا رب العالمين يا جميل يا كريم يا ودود ألقاكم بعد الفاصل وفي انتظار أسئلتكم فإلى اللقاء رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى فيها أسئلتكم وبنخصص لها حلقات عشان نجاوب عليها وكمان بننتظر ترشيحاتكم لحلقات الجليس وكمان الجزء الخاص بالتطبيقات لشروح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان بننتظر ازاي بتبعتوا لنا تطبيقاتكم على صفحتنا ونبدا اول الاسئله مع الاستاذه زينب من البحيره اتفضلي يا أستاذ زينب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا فضيله الشيخ الحمد لله نعمه وفضل انا عايزه اسالك سؤال انا ليا ابن عمي متوفي بقاله 20 يوم 20 ليله اه طيب يعني طيب. الحمد لله ربنا ان شاء الله يجعله ان شاء الله في فسيح الجنات ويجعله في الرحمات والبركات ويجعل هذه الليالي باب باب السعاده الكبرى له ان شاء الله اللهم امين بس حضرتك جاوبني بعد ما اقفل طيب حاضر هو طيب. طيب. كان بيصوم وبيصلي اثنين وخميس وهو ميت شاب اتجوزش طيب بس امه نفسيتها تعبانه من يوم ما توفى امم ويعني اعتبر ما بتنامش وكشفت عنده دكتور نفساني ومنهاره بس هي ما صوتتش ولا عملت اي حاجه من اللي بيعملها. خليتش حد بيعمله وما خدتش حد يصوت عليه ولا كده فانا برجو من حضرتك ان انا اخد رقمك الخاص ابقى اخليك تكلمها بس تطمن قلبي على راسي من فوق على راسي من فوق اتشرف ان شاء الله طيب أستاذ زينب والدتك يبدو والله اعلم عشان هي احنا طبعا ما بنقولش للناس تصوت ولا بنقول للناس ان هي تعمل اي حاجه فيها مبالغه لكن يبدو ان هي كانت بقدر الامكان مش عايزه تضايقه فهي فهمت خطا ان حديث ان الميت لا يعذب ببكاء اهله ان هي لو بكت عليه هيبقى مشكله وارجوكم ما تمنعوش الناس ان هي تبكي على احبابها البكاء ده شيء طبيعي الناس لا هي تبالغ وتصوت وتصرخ وتعمل حاجات ما فيهاش اي رضا بقضاء الله ولا في نفس الوقت تمنعوهم من الشعور الطبيعي اللي ممكن يحصل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما أحلى هذه الدموع يا ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه تخفيفا على كل من فقد حبيبا له فلما سألوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تبكي قال إنما هي رحمة سواء كانت رحمة بالإنسان نفسه اللي هو ابتلي إن ربنا أزله ما كان ربنا قادر يمنعه حتى عن البكاء ويخلي البكاء حرام خلي البكاء حرام إن مين اللي يعذب ببكاء اهله؟ اللي هو موصي ان هم يصرخوا ويصوتوا ويبكوا عليه فاللي ما يبكيش عليه ما يبقاش ابنه ولا حبيبه، هو ده اللي هو ده اللي بيخلي الناس تقنط من رحمه الله. فالشيء الطبيعي ان هي تعمل كده، الشيء الطبيعي ان هي تعمل كده. ولذلك يا جماعه ما تمنعوش الناس ان هي تكون في حاله ولكن لا نبالغ، ولكن لا نبالغ. هو دوت اللي منعنا حضرة النبي منعنا عن شق الغيوب ولطم الخدود كل دوت لأن دي في مبالغة ويفتح باب من عدم الرضا بقضاء الله. إيه اللي بقى اللي عند والدة حضرتك إن للأسف اللي عند والدة حضرتك إن هي كبتت ده فطلع بقى في أشياء هي مش قادرة تتحملها. فلذلك أنا بأحيل على الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت النوافل وإن هي تهب ثواب ده وده للمتوفى رحمه الله وربنا يجعله ان شاء الله في فسيح الجنات. اتفضلي عايزه تكمل السؤال اتفضلي يا استاذه زينة طيب وفضيله الشيخ دلوقتي انا لو صليت مثلا صلاه هو كان بيحبها هل الصواب يروح لي؟ لا ما يبقاش كده بقى نصلي لينا احنا بنيه ان احنا بنصلي لينا احنا وبعدين نقول اللهم هب مثل ثواب هذه الصلاه لفلان. يعني وصل على حضرة النبي زي ما أنا عايزة وهاب الثواب ليه وليه بالظبط نقول كده اللهم هب مثل ثواب صلاتي على حضرة الجمال الجمال حضرة النبي ويتصل إليه إن شاء الله طب وبالنسبة لو في حريقة في مكان وأنا عارفة إن المكان ده في حريقة وما رحتش هل بيشيل حرمانية؟ لا خالص أنت بالعكس أنت كده ممكن تاخدي ثواب عشان ما تعرضيش نفسك للتهلكة طب أصلا كنت عايزة أروح وزوجي اللي منعني لا ما تروحيش خالص هو كان صادق لان الاماكن اللي فيها الحريق الستات هتعمل فيها ايه ولكن نبلغ المطافي عشان هي اللي تستطيع ان هي تتعامل مع ده لكن احنا يع. نساعد بعض اه نساعد بعض اه اصل احنا في منطقه ارياف وكده فاحنا عندنا عاده بيروحوا يشيلوا ميه والكلام ده ماشي اذا كان هو المساله اكبر من قدرتك وكانت محتاجه كذا هتحاولي تساعدي اه بس انت لو امتنعتي وفي حد غيرك هيقدر يعمل كده امتى يبقى واجب عليكي لو ما فيش غيرك انت لو فيش غيرك انت يبقى لكن لو في خطر عليكي انت انت بي واحد بيتهور واحد ما بيكونش تحت سيطره نفسه هيبقى حرام ان هو يروح لانه يلقي نفسه في التهلك خلاص معانا استاذ محمد من الجيزه استاذ محمد معانا استاذ محمد طيب استاذ محمد يحاول يتصل بينا تاني احنا دايما في مساله ان وتعاونوا على البر والتقوى وطبعا اطفاء الحريق ده ده نوع من انواع البر والتقوى التعاون فيه بيكون الى حد زياده عن كده بيبقى الانسان بيعرض نفسه للخطر لان في بعض الناس تلقي بنفسها في التهلكه فلا بد ان الناس تنتبه الى ده معانا الأستاذة ام محمد تتفضل سيده ام محمد وعليكم عليكم السلام ورحمه عليكم. أه الله شيخ انا جوزي مسافر ومنعني ان انا اروح ازور اهلي وكده ففكرت ان انا اروح من وراه يعني هو مسافر قلت منعك أروح. تماما تماما اه قال لي ليه انت دايما تروحي لهم هم يجولك لك وهم يودوك وهم ي... برضه صله رحم اخواتك يجي يسالوا عليك انا اكبر واحده فيهم اه ومعايا اتنين اخوات شباب م. لسه متجوزوش اه فبيقول لي هم قاعدين مع والدتي فبيقول لي هم يجولك لك يسالوا عليك فانا عايزه اود امي عايزه اصل رحمي بامي طيب. وابوي طيب هو دلوقتي مسافر فانا فكرت ان انا اروح من وراه تستعيذي ربنا من الشيطان الرجيم ده تمام ده ف... غلط ده غلط ليه بقى؟ مم. لان دوت هيعمل لك مشكلات كبيره لكن انا ب... ب... بزعل قوي من الستات الستات بطبعهم عندهم حكمه فالحكايه ما بتجيش كده بدل ما تروحي من وراه تقولي له تدعي اخواتك ان هم يعدوا ولو من تحت البيت يسلموا عليك ويمشوا تقولوا اخواتي جيت فبقت عيبه كده يا, يا ابو يا ابو محمد يعني ينفع الناس يقولوا لي وما اروحش اشوفهم وبعدين هم كذا 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 اقول لك وقدروك وجايين بيشكروا حضرتك وبيدعوا لك وكل الكلام الحلو ده فالمساله محتاجه اداره مش محتاجه إيه هو هو حرام ولا حلال القضيه في كتير من احكام الاسره واحكام واحكام العيشه بتنبني على القيم وعلى الاخلاق جوزك لما يحس ان انت بتطيعيه وقدرتيه هو مساله الطاعة بالنسبه للرجل هي مساله التقدير والتقدير دي احد تعبيرات الناس التعبيرات عن الحب فهو لما يحس ان انت بتحبيه هيعمل لك الحاجه اللي انت بتحبيها فانا رايي ما تروحيش من وراه ورايي ان انت تديري المساله تقولي لاخواتك فوتوا عليا وتقولوا له كذا 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 وان شاء الله الامور هتتيسر وتبقى في خير وحال استاذ عاطف من الجيزه الو اتفضل يا استاذ عاطف السلام عليكم ازي حضرتك عليكم السلام ورحمه عليك. الله وبركاته خليك معايا يا استاذ عاطف بس خلينا نقول ان ده مش معناها ان الست ما مت... ما تروحش لاهلها في سؤال الاستاذه ام محمد لكن انا بقول لها ازاي تديري الفقيه مش بس بيقول الحكم الفقهي لكن بيعلم الناس ازاي تدير حياتها استاذ عاطف اتفضل بقول لحضرتك هو ينفع حد وهو عايش يكتب لحد من ولاده حاجه والتاني لا طيب هو ده السؤال ده السؤال بقصد ما حضرتك ان هو ايه ما اديش التاني يعني ايه ما اديش التاني ما اديش التاني من ايه يعني الابن التاني يعني اه خليك معايا بس يعني ما يديش الابن التاني من ايه من الو... من الحاجه اللي عنده يعني مثلا يعني يعني لو انا عندي مثلا هي دلوقتي الحاجه اللي عنده خلينا بس اقول لك حاجه يا استاذ عاطف ركز معايا بقى بهدوء كده دلوقتي احنا قبل الموت الحاجه اللي عنده قبل الموت اسمها ايه ملكه دي اسمها تركه اه اسمها دي اسمها تركه؟ لا اسمها ملكة ملكه هو محجور عليه؟ يعني في حد رفع عليه قضية حاجة؟ لا لا مش محجور عليه ولا حاجة طب هو الراجل ده عنده خلل في دماغه؟ بعد الشر؟ مش خلل في دماغه طيب في حد عليه ديون تمنعه من انه يتصرف في المال ده زي ما هو عايز؟ لا الحاجات دي كلها ما فيش حاجة منها، أنا بقول لحضرتك طب واحدة واحدة بس أستاذ عاطف إني ما مش حد التاني أستاذ عاطف خليك معايا معايا معاي بس خليك معايا بس فهو دلوقتي هو قاصد ما يديش للتاني، القصد ده حتى القصد ده هو بيقصد ان هو ما يديلوش من التركه ولا قصد ما يديلوش من فلوس اللي هو مالكها دلوقتي ما انا ما حد دوت ومش حد التاني من قصد ان ما يديلوش من التركه بعد ما مو. اولا اولا خليني اقول لك حاجه بس يا استاذ عاطف ده ده ده, القصد ده, ده, ده بيبقى, بيبقى في نيته هو ايوه ما هو مالك في اسمعني مالك بس مالك استاذ عاطف استاذ عاطف استاذ عاطف انا عارف نيتي ايه استاذ عاطف هدي بالك بس صل على رسول الله عليه الصلاه احنا كل المشكله بس ان احنا كنا لابد في تربيتنا نتعلم ان أباءنا وامهاتنا قاموا بواجبهم لما خلونا نقدر نكتسب ونجيب فلوس. لكن فكره ان احنا نستمر عينينا على فلوس أباءنا وامهاتنا ده مش صحيح، شرعا مش صحيح. ليه؟ لان هو ذمته بقت مستقله وانا ذمتي بقت مستقله. هو ابويا لازم يبص لي في فلوسي لو ابويا بص لي في فلوسي وقال لي انت بتصرف على عيالك يبقى انا ابويا ليه حق في فلوسي ولا احنا ما بنتعاملش كده مع ابائنا؟ ما بنتعاملش كده طب وايه السبب ده الفهم المخطئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساو بين اولادكم في العطيه اتريدون ان يكون لكم في البر سواء ده من باب النصيحه حضره النبي بينصح والدليل على ذلك مين اكتر حد كان بيحب حضره النبي في الصحابه ومين اكتر حد كان بيحبه رسول الله من الرجاله سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر وحاجه للسيده عائشه واداها جزاز من النخل وما اداش لاسماء فاداها عشان هي بنت بنته اللي هي مرات حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فادى البنت السيدة عائشة وما اداش لبقيت بناته طب والحديث بقى ساوم بين أولادكم في العطية ده من قبيل المستحب طب ولو ابني ده كان أبر بيا من ابن التاني آه ليه إن أنا أعمل كده لكن الأولاد بقى لما يجي واحد يجي يقول لي لا ده حقي ونصيبي نصيبك في إيه نصيبك في ملك غيرك أبوك ملك أبوك منفصل عن ملكك والدليل على ذلك إن أنت بالنسبه لوالدك عندك انت ذمه ماليه مستقل وابوك ليه ذمه ماليه مستقل فما فيش حاجه اسمها ايه ده حقي على ابويا لا ده حقك لما والدك بيتوفى والمال بينتقل اليك بحاجه اسمها الخلافه فانت تخلفه في ماله لغايه دلوقتي ده ماله يتصرف فيه كما شاء ادينا وضحنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضحنا المساله لان بعض الناس بيخفى عليهم الامر ده وبعض الناس من كتر ما المسلسلات اتقال فيها والافلام اتقال فيها، هحرمك من الميراث، احرمك من الميراث يعني اتصرف في مالي وانا حي، وانا ما اتصرف في مالي وانا حي انا حر في مالي وانا حي. فانا وبدل انا مش محجور عليا وانا كامل الاهليه اتصرف في مالي زي ما انا شيء. مين معانا؟ استاذ عبد الخالق اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا دلوقتي يا شيخ انا كان بس مشارك انا ليه ليه امنيه يا استاذ عبد الخالق ان انت حضرتك توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون ده ممكن؟ طيب حاضر حاضر وطي التلفزيون اتفضل يا استاذ وطيته عبدالدخالي. كده اتفضل يا دلوقتي انا كنت مشارك عديلي طيب في مشروع طيب وجيت في الاخر يعني اكثر من 60000 جنيه امم وجم صفاهم لي على 19000 امم وما خدتهمش تصفروا لك 19000 باعتبار ان انتوا خسرتوا يعني اه وهو ما خسرش وانا عارف ان هو ما طيب متاكد ان هو ما خسرش اسالني سؤال يا حاج اسالني سؤال يا حاج عبد الخالق اتفضل اسالني انت اسالني سؤال هو دلوقتي كان شايل عندي بوتجاز وغسالة بتوع بنته ايوه انا جالي حصلت لي ظروف و... وبعتهم بصراحه مم. فدلوقتي انا دلوقتي بقول له جيب لي الفلوس اللي عندك وانا اجيب لك حاجتك طب ع... <applause> هل عليا وزر هو ان انت تصرفت في الفلوس دي قبل ما هو يقول لك ان هو مش هيدي لك الفلوس دي او اي هو بقاله اربع سنين مش عايز يديهم طيب هو متعسر ولا مش متعسر؟ لا مش متعسر طيب خليني اقول لك حاجه صح. انت ما كانش صح يصح ان انت تتصرف في الامانه اللي عندك ده ما كانش صح ان انت تتصرف في الامانه اللي عندك اما وان ده حصل خلاص تعال نقول له انت ليك دين عندي وانا ليا دين عندك ايه رايك نتخارج من الدينين ال 19000 جنيه دول بيساوي والله بيساوي البوتاجاز والغسالة اللي أنا بعتهم فإيه رأيك خلاص نصف الديون بكده إذا كان الأمر ده كذلك خير وبركة ما كانش يبقى عليك أن أنت ترد له غسالة وهو يرد لك 19 ألف جنيه عشان دوت هو دوت الشرع لان دوت ده كان دين عليك وهو دلوقتي الفلوس الغساله الغساله والثلاجه اصبحوا دين عليك فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يقومون بالوفاء ونسال ويسع... الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من حفاظ الامانه على الدوام فاصل ونرجع عشان نجاوب كمان على بقيه اسئلتكم ورجعنا لحضراتكم ومعنا الاستاذه هويده اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اتفضلي يا فندم فضلت الشيخ هو بص يعني حكايه كبيره شويه بس انا اختصرها ان انا متزوجه بقالي 25 سنه مع زوجي أه بدات معاه من الصفر كان عامل في شركه لغايه ما وصل بقى مدير في شركه ربنا رزقني بثلاث اولاد هم في كليات الحمد لله ومستوى كويس إيه زوج صاحبتي توفى وزميله في الشركه اكتشفت بعد ما وقفت معاها ان هو تزوجها عرفي إيه ما واجهته وواجهتها في الموضوع قال لي ده حق الشرع قلت له حقك الشرع ان انت بتستشيرني ان انت تتجوز الاول او لا طيب وبعدين عرفي طبعا هو متجوز عرفي من ورا اهلها و... وابنها ابنها زميل ابني ف... فطبعا انا رفضت العلاقه اللي بينهم وهو اديته خيار يعني ان هو عايزها يروح يعيش معاها في وسط عيالها و... ويسيبني انا اكمل المسيره مع اولادي إيه قال لي لا انا هعيش معاكم بس للاسف هو طلب يعيش معانا بس ك... كفرد بس من الاسره ان هو اب قال لك كزوج كعارف بحياتنا بعيشتنا لا انا بقالي مع يعني بقالي الموضوع ده اصلا من سنه ما فيش علاقه بيني وبينه كزوج وزوجه طيب انا خليني اسال حضرتك يا استاذه وايده سؤال حضرتك هل ان ان هو يبقى موسطنا وما علاقه زوجيه ده صح هو ده سؤال حضرتك هو ده الصح وهو هل هو اللي معترف بيه ان جواز عرفي كل واحد ما انا لازم اعرف الجواز ايه تفاصيل وبعدين فضيله الشيخ انا عايز اقول لحضرتك حاجه ان هو قال عليا حاجات ان انا يعني انا كنت عامله حادثه وعملت يعني عمليه في فرجاني بس الحمد لله ان يعني العلاقه الزوجيه كويسه وسالت طيب. الدكتور قال لي بالعكس ده بقى انت بقيتي طيب. احسن من الاول دي هو, دي هو 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 تعلل ان انت بعد الحادثه فهو اضطر يعمل كده عشان يحافظ على البيت وفي نفس الوقت اي واحده يقول لها اتجوزي كارل أنا عايش مع مراتي ان هي ام عيالي يعني ما اقدرش ان انا اسيبها طيب كأنها شفقه يعني ان ده انا عايشه امر, م... شفقة. أمر كان... متكرر قولي لي طيب قولي لي يبقى السؤال الثاني ان الجواز العرفي ده حلال ولا حرام صح كده؟ ايوه وهل هو الكلام اللي بيقوله عليا ده اخر سؤال بقى اخر حلال سؤال حلال بالنسبه له ان هو يتسوق طيب. سمعتي او ان هو بعد العشره حاضر. 25 سنه؟ حاضر اقول لحضرتك اقول لحضرتك نبتدي بالسؤال الاخير ده السؤال الاخير ده لا هو ده مش من حسن العشره ولا حاجه وبعدين ده ما يسوقش سمعتك ولا حاجه ما فيش حد بيسوق سمعته ابدا ان هو يتعرض لاي حاجه تخليه بتتغير طريقه حركته او طريقه حياته ولا ده يسوق السمعه ولا دي وصمه ولا اي حاجه، فلو سمحتي ما تخليش الشعور ده ينتقل اليكي هو اذا كان بيستغله ده مع مع الاخريات فدي مسالته ودي اسمه ولكن انت ما تحسيش باي نوع من انواع الوصمه ولا اي نوع من انواع ان هو بيلحقق اي نوع من انواع الاهانه، ده افصليه مع نفسك ودوت ما فيش حد ابدا يقبله الكلام اللي هو بيعمله ده لو هو بيقول الكلام ده وبيستغل ده لاذاكي او بيستغل ده للضحك على بنات الناس الكلام ده حرام وظلم وخداع والخيانه والعياذ بالله بئس البطان فلا بد ان الانسان ده يفهم كده اه بئس البطان يعني ايه بتخلي صاحبها معرض للنار فلازم نبقى عارفين ده اما مساله الجواز عرف احنا لازم نعرف هو ازاي ما هو اذا كان هو متجوز وعلى حاضرين والجواز في كل الاركان فلازم نعرف الجواز ده ايه لان احنا دلوقتي بنتعامل مع اعراض فمش هينفع ان احنا نتكلم على اعراض كده باي لك لازم نفهم التفاصيل لازم نعرف الامور لان العلم عندنا الحكم على الشيء فرع عن تصوري فلازم اعرف هو اتجوز ازاي عشان ما ينفعش ان احنا نتهم الناس في اعراضها من غير ما نعرف التفاصيل ادي ثاني حاجه تالت حاجه بقى ان انت بتقولي هل ينفع ان احنا نعيش مع بعض كناس ساكنين مع بعض؟ او ان هو زوج او ان هو اب وانا ام واحنا لسه في الزوجيه لا انت ليكي حق مساله ان العلاقه الخاصه دي ده حق زي ما هو حق للزوج وحق للزوجه كمان فاذا كان هو احنا ياما ما اتكلمنا مع الزوجات لما هي بتقول له لا انا مش عايز اعيش معاه مش عايزه خلاص العلاقه الخاصه بدل هو عمل كده نفس الكلام بنقوله للرجاله فبنقول لها لا غلط اللي انت ما ما تقوليش كده وبنقول كذلك للرجاله اتقوا الله في زوجاتكم واعرف ان اللي إن انت بتعمله دوت والعياذ بالله اسم عظيم ولذلك حضره النبي جعل القسم من بين زوجاته ده حق لهن فانت ده حق ليها حق ليها يعني ايه؟ اذا كانت هي تحتاج الى هذا ولو حتى مره في كل شهر فده حق لها فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تضيع اهلك لان ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك حسابا عسيرا على هذا لان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من 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 يعول وهذه المراه ما زالت ما زلت تعولها واللي انت بتعمله ده كله مش من حسن العشرة عايز تعمل حاجة انا دايما بقول للناس اللي عايز يتجوز زواج تاني يعمل زي الرجالة يروح يكلم مراته عشان يقدر يدير حياته لكن ايه يعمل الحاجة وبعدين حياة الاسرة الاولى وحياة الاسرة التانية تفسد طب عليك بايه ده كله طب ما تروح من الاول خالص هتكون رجل وتواجه وتعمل الكلام ده ودوت اللي كان الخلفية اللي بنى عليها التشريع المصري ان انت روح روح قول لمراتك انت خسران حاجة بكل وضوح عشان بعد كده المشكلات اللي هتبقى بعد كده مش هتبقى في مشكلات بنفس الحجم اللي انت فيه دلوقتي. معانا الاستاذ سيد؟ الاستاذ سيد معانا؟ الو السلام عليكم مع حضرتك اتفضل يا استاذ سيد انا عندي سؤال بـ بـ بسبب الرضاعه اتفضل انا عندي ثلاث ولاد رجاله واخويا معاه ثلاث بنات اللي ثلاث ولاد رجاله يعني ثلاث ولاد صبيان ولا ثلاث ولاد كبروا؟ وبقوا رجاله؟ ثلاث ولاد صبيان كبروا بقى 300. يعني كبروا في وقت الجواز ولا لسه؟ لا هم لسه فوق ما مش في وقت الجواز يعني. طيب اتفضل كمل يا فند عندي الابن الكبير رضع على البنت الكبيره. البنت الكبيره اللي هي بنت مين؟ بنت مين؟ بنت اخويا. طيب. والواد الوسطاني عندي رضع ثلاث مرات على على البنت الوسطانيه عنده طيب فين بقى السؤال؟ السؤال هل ينفع الوسطاني يتجوز حد من البنات لا الوسطاني بص يا, بص يا سيدي بص يا سيدي الوسطاني ده لازم نعرف رضع كم رضع ثلاث مرات لا معلش مش حد حد مش بص بص يا حاج سيد خليني بس أقولك اول حاجه اللي رضع رضع خمس رضعات مشبعات خلصنا من ده اللي هو الولد الكبير صح بص آه يا خلاص سيدي اسمع بس عشان بس الناس في الرضاعه مش فاهم احنا بنخلي اللي رضع بنحطه في اخوات كل الست اللي رضعت يبقى ايه اللي حاصل يبقى هو مش هيبقى حرام على البنت الكبيره لا على كل البنات هو بقى اخو كل البنات مشكلتنا بقى في الاخ الصغير الاخ الصغير راضع. طب اسمعني طيب اسمعني بس يا حاج سيد مشكلتنا في مين في الولد الصغير الولد الصغير ده بنقول رضع ثلاث رضعات انت دلوقتي مش اللي رضعت احنا بنعمل ايه بقى بنجيب الناس بنجيب الست اللي رضعت ونقول لها انت رضعت الولد ده كام رضعه ليه لان هي الامينه هي الحضره هي اللي عملت الكلام ده فبنسالها زي في الطلاق بالظبط اصل ده كله في الاعراض في الطلاق بنعمل ايه في الطلاق هل بنقبل ان الزوجه تيجي تسالنا وتقول لي والله زوجي انا وانا عارفه اللي في نيته والله ده انا كنت معاه ده انا عارفاه اكتر من نفسه بنقول لها ايه هات زوجك عشان هو اللي تلفظ بالطلاق كذلك احنا بنحب نسمع الست اللي رضعت ليه طيب لان ده مشاكل ملهاش اخر تاخد انت الفتوى مني دلوقتي واقول لك لا ده بدل ثلاث رضعات وتيجي تقول له لا بعد ما بعد ما يحصل الايه؟ بعد ما يحصل الجواز بقى البت ما تعجبهاش تقول له لا ده انا رضعته 75 رضعه وما خدش ما, ما كانش ما ما وانا ما كنتش واخده بالك ان بقول له ثلاث رضعات بس ثلاث رضعات دول اللي كنا بس اللي احنا كنا حاضرين فيه في البيت عندهم لكن انا رضعته 75 مره فبنعمل ايه بقى؟ بنخلي الست تقر وساعات بنحلفها عشان المشكلات اللي بتحصل بعد كده فهمت يا حاج سيد؟ فلازم هي تعالوا على دار الافتاء المصرية تعالوا لنا بس لازم الست اللي رضعت تكون موجوده عشان نسالها وعشان كده اخونا الصغير ده اخونا اللي هو رضع ثلاث رضعات لو هي أقرت بثلاث رضعات احنا محتاجين خمس رضعات مشبعات بس احنا في في الغالب بدل الولد مش محتاجين ان هو يتجوز بنخليه نبعد عشان ايه عشان المشكلات اللي انا قلت ده ليه لان هي ممكن تكون اخطات في العد مش اخطات في العد بس ده بتقول كده عشان تجوز العيال وبعد كده يحصل مشكلات فتحصل الكلام ده فاحنا بنقول يا جماعه الخير تعالوا الاول نحقق والافضل عندنا لو كان في المساله كده في هذا الامر الافضل مش معناه ان هو لو اتجوزها هيبقى حرام لا الافضل عشان ايه نبتعد عن المشاكل لان يبدو والله اعلم ان المساله فيها عدم رضا لان لما هي قالت لك انا رضعته ثلاث رضعات المساله ما هياش خلصانه زي ما بيقولوا فاحنا نصيحتنا اللي احنا بنقولها انا بقول لك نفس الكلام اللي احنا بنقوله عندنا في الفتوى، بنقول إيه؟ خلوا بالكم الأفضل نبتعد إذا كانت المسألة مش محددة أوي. طيب، إذا هو تجاوزها وهو رضع منها ثلاث رضعات، لا إحنا بنقول إن الرضاع المحرم خمس رضعات مشبعات كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا بنقول كده، إحنا مختارين خمس رضعات مشبعات هي التي يحرم أقل من ذلك لا يحرم ولكن إحنا بننبه الناس عشان إحنا عندنا خبرة طويلة فيما يحدث فيما بعد آه فيما بعد الزواج في المسائل اللي فيها شبهه الرضاعه. يا رب نسالك يا رب العالمين ان تجعلنا دائما من اهل التوفيق والسداد. اللهم انا نسالك وانت الكريم ان تجعلنا من اهل السعاده في الدنيا وان تجعلنا من اهل السعاده في البرزخ وان تحسن استقبالنا وفئدتنا اذا اقبلنا عليك حين نقبل على قبورنا وليس لنا إلا أنت. وليس لنا إلا فضلك. وليس لنا إلا حماك. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الساعات التي نقضيها في حضرتك أنسا ونورا وبركة علينا إذا نزلنا إلى قبورنا. واجعلها يا ربنا كما كانت رياضا من رياض الجنة. اجعلها في قبورنا رياضا من رياض الجنة. واجعلنا من اهل الجنه في قبورنا واكرمنا بكرمك يا كريم يا ودود يا حنان يا لطيف يا اكرم الاكرمين